بسم الله الرحمن الرحيم. إنذار خطير وتحذير خطير من علامة من علامات الساعة التي ظهرت الآن. روى الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث علي بن أبي طالب: سيكون في آخر، يوشك أن يأتي زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، مساجد عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. الحديث ده معناه ايه؟ معناه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث من علامة الساعة: هاتي زمان على الناس زمان تمحى فيه عرى الاسلام، لا يبقى من الاسلام الا اسمه فقط، الناس تبقى مسلمين بالاسم بس، ولا يبقى من القران الا رسمه، الناس تقرا قران ولا تعمل به، يبقى مكتوب في المصاحف لكن لا يطبق. مساجدهم عامره، يعني في ناس كتير بتصلي في مساجد وهي خراب من الهدى، اكثر من يصلي فيها او كثير من يصلي فيها منافقون، يقولون ما لا يفعلون، يصلون وهم يأكلون الربا ويأكلون الحرام و و و. شوف بقى الحته الجايه دي خطيره جدا: علماؤهم شر من تحت أديم السماء. أشر سيكون أشر الناس العلماء. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لا يقصد التعميم، لكن معناها يكون انهم هيكونوا كثير. فالغالب او الكثير او القليل في اللغه العربيه لا يعمل به، لا يؤخذ به. مش ربنا بيقول في القرآن: إن الإنسان لكفور مبين، إن وإن تطع أكثر، تيجي آية تانية وتقول إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن أكثر الناس لا فاسقون. يبقى لما يكون الأكثرية مش كويسة، ربنا سبحانه وتعالى يعمم، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يعمم، لكن مش معنى كده إن الكل. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، يعني العلماء أشر من العوام، أشر الناس من العلماء والعياذ بالله. من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. وده طبيعي، اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يفقه من الاسلام الا اسمه ولا يبقى اسمه. فاذا كان العلماء، اذا كان هذا هو حال العلماء، فما بالكم بحال العوام؟ لذلك سفيان بن عيينه بيقول ايه؟ كبار علماء السلف: سياتي على الناس زمان يجلس في المساجد شياطين يعلمونهم امر دينهم يعلمونهم امر دينهم. سياتي في اخر الزمان، سيكون في اخر الزمان، سيجلس في مساجد شياطين يعلمون الناس دينهم او امر دينهم. يعني سفيان بن عيينه بيقول لك هيبقى في الناس دي في صور البشر، هم في شكل العلماء، في مظهر العلماء، لكنهم شياطين. لذلك وجب التحذير من علماء الاهواء وشيوخ السلطان الذين يمالق يتملقون ويناوئون او الانظمه الظالمه، هم كثير الان. فليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ وطبعا ده ورد في حديث كثيره جدا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يرى رجل وقد اندلجت اقطابه يتأذى أهل النار من رائحته، يدور في النار في قعر جهنم والعياذ بالله، كما يجر أقطابه كما يجر الحمار الراحة. فيأتي الناس إليه الناس ويقولون: يا هذا، ما لك في النار؟ وقد كنت تعلمنا في الدنيا وتنهانا. فيقول لهم: كنت آمركم ولا أفعل، وكنت أنهاكم وأفعل. وحديث آخر يطلع أهل الجنة على أهل النار فيروا علماء في النار فيتعجبون فينادونهم فيقولون: يا هذا، ما لك في النار؟ والله ما دخلنا الجنة إلا بما علمتنا. فيقول لهم: كنت أقول ولا أفعل، أو كنت أمركم فأفعل ولا أفعل، وأنهاكم وأفعل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إيه؟ قال:
العالم الذي يقول ولا يفعل كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. شوف حديث عظيم جدا. فكل إنسان يحذر، يحذر هؤلاء الشيوخ أو العلماء المدلسين، للذين لأنه سيدلس عليك، هيضلك، هيقول لك دي فتوى خاطئة. هو رايح النار، هياخدك مع النار. هتيجي يوم القيامة تتبرع منه، وأقول أنا هتقول والله أنا مشيت ورا فلان، هو قال لي كده وكنت وثقت فيه. ربنا هيقول لك ما سألتش ليه؟ ما سألتش غيره ليه؟ مشيت وراه ليه؟ لن ينفعك يوم القيامة. فهما يعني ينافقون أو ينافقون الأنظمة الظالمة. ذلك من حق من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يبتغى العلم لغير الله، أو يتعلم العلم لغير الله. كلكم طبعا تعرفوا أحاديث أول ثلاثة بيصعر بهم النار: العالم اللي يتعلم العلم لغير الله، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن والقارئ، فيقول لا كذبت، بل تعلمت العلم، يقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، اذهبوا به إلى النار. فاحذروا، احذروا هؤلاء المدلسين، هؤلاء العلماء. سفيان بن عيينة بيقول عليهم شياطين، يجلسون في مساجد يعلمون الناس. فاوعى تاخد فتوى من حد الا ما تسال مره واثنين وثلاثه، وتعرض هذه الفتوى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضها على قلبك و لكن اوعى تثق في خاصه العلماء اللي سمعتهم سيئه، المعروفون عند الناس بسوء السمعه، وانهم شيوخ السلطان. هو يعني انه اي نار بلاها دخان، ما مش ف والانسان الصالح ربنا هيهديه، ربنا مش هيسيبه ويتخلى عنه. فانا هكتب لكم الكلام، الحديث ده في الوصف. ساخد كلام مشروع. اقول قولي هذا، استغفر الله.